السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايبي دي رسالة الملائكة ليكم النهاردة، رسالة تشوف اي وقت بإذن الله هي لك فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت. رسالة النهاردة بتقول: افتح ذراعيك فالهدايا قادمة والعطايا قادمة والمفاجأة الكبرى قادمة لك. يوجد شيء مخبأ لك من القدر، ربك بيقدر الأقدار في الوقت الحالي وهيعطيك أغلى هدية على قلبك، أفضل شيء بتتمناه. رسالة حلوة، رسالة مفعمة بالإيجابية، رسالتك حلوة وطاقتك أحلى. افتح أذنيك بعد ذراعيك لسماع حقيقة كانت مخفية، شخص في حياتك كاذب وخادع، يعني بيخدعك بيكذب عليك، بتفكره صادق ولكنه كذاب، وللأسف من العائلة، شخص في المحيط. افتح أذنيك مثلما تفتح ذراعيك بالحب، ستتلقى خبر يفتح ويكشف أمامك حقيقة كانت تدبر لك في الخفاء. تعبك وعملك وكل اللي انت عملته في الفترة اللي فاتت كان من قلبك، كنت بتعمل كل حاجة بضمير وإخلاص للي حواليك، بتعمل كل حاجة تتعبك انت علشان تريح اللي حواليك، ولكن ياريت اللي حواليك عملوك بنفس الطريقة. للأسف كل واحد حواليك كان بيقول انا وبس، يلا نفسي، صحتك تعبت، حالك متدهور، في حاجة انت بتمر بيها، لازم تاخد بالك من صحتك كويس قوي قوي قوي. ارقام تقية بتتكرر في الرسالة دي هي 21 و8 و38 و31. الارقام دي ممكن تكون بتتكرر امامك او تكون ده رقم طاقي ليك انت، والأرقام دي كمان ممكن تكون خاصة بشهور أو أيام ميلادكم. يعني رسالة كمان بتقولك ما تزعلش أبدا على حاجة عملتها، ولا تندم أبدا على عطاء أنت عطيته، لأن ربك ما بيسيبش شيء بيعمله شخص محسن إلا لما بيردهوله أكثر إحسانا. كل اللي انت عطيته واديته وعملت كل حاجة من قلبك، اوعى تندم على شيء عملته، لانه هيرد لك اضعاف اضعاف. لا يخذل الله الانقياء مثلك. خد نفس عميق واستنشق شهيق ببطء وزفير ببطء، نظف طاقتك من الطاقات السامة اللي حواليك، خد بالك من صحتك لأنك محتاجها، صحتك الداخلية وصحتك الخارجية متأثرين. حاول تهتم شوية وتكون متوازن، لأن زي ما في محيطك ناس سلبية وناس مش عايزينك، في ناس في محيطك عايزينك وبيحبوك ومش قادرين إن هم يشوفوك زعلان أو تعبان، والناس دي أنت هتكون عارفهم بالتأكيد، وهتكون برضو عارف الناس اللي حواليك اللي فيهم الطاقات السامة، لأنك شخص وصلت لدرجة من الوعي إنك تكشف الأمور بكل بساطة بتمر قدامك. كمان في رقم طاقي بيتكرر وهو رقم 17. اللي انت هتمر بيه في الفترة اللي جاية حاجة تانية خالص غير اللي انت مريت بيه زمان. فترة كبيرة من الوعي والإدراك
والتوازن والفخر بنفسك أو بعملك أو بشيء كنت بتعمله. اللي مريت بيه زمان غير اللي انت هتمر بيه دلوقتي خالص. اعتبر اللي فات صفحة وانطوت في حياتك، وابدأ وافهم واعرف قيمة نفسك وقدر نفسك كويس قوي، لان حياتك في الفترة اللي جاية هتتغير، وهتتغير كتير للأفضل. يمكن انت ما تعرفش نفسك في الفترة اللي جاية، هتقول انا معقول انا الشخص اللي كنت زمان كده بقيت دلوقتي كده؟ اجلب حالة التناغم لحياتك، افعل الشيء بدون حكم عليك. يعني ما تحاولش انك تحكم نفسك بافراد وناس حواليك سلبيين. الرسالة بتقولك ما تقيدش نفسك بيهم، لانك شخص غير مقيد وتقدر تخرج من كل ده بكل بساطة وسهولة. الرسالة بتقولك الحظ هيكون معاك وهيكون حليفك في كل خطوة. الملايكة بتدعمك، الملايكة وراك، الملايكة محاطة بك. يعني انت لو قاعد دلوقتي على كرسي او على كنبة، لو التفت وراك الملايكة وراك، لو التفت على الجنب هي محاطة بك، محوطاك بأجنحتها، لانك شخص نقي من جواك، ابيض ملكش في اللف ولا في الدوران. لهذا اسمع الرسالة، الحظ حليفك والربح المادي والنجاح هيكون في طريقك، وسترى توازن في حياتك، وسترى فخر، وستحب نفسك أكثر من ذلك. انت شخص كنت بتضحي بنفسك علشان الآخرين، لكن جه وقت العطاء، وقت دوران العجلة لصالحك، وقت تصليح العلاقات، وقت التواصل، وقت الصداقات اللي بجد. ظهور الصداقات القوية في حياتك هتكون قريبا جدا، ظهور امرأة مهمة في حياتك مختلفة في كل جوانبها. إذا كنت رجل أو امرأة، في دعم ليك من امرأة، دعم ليك في كل شيء. إذا كانت الامرأة دي أم أو أخت أو زوجة أو بنت أو صديقة، في دعم ليك هيجيلك من هذه المرأة، وقريبا جدا ستجد صداقات وفية في طريقك، ستجد ناس تشبهك، ستأخذ مسار جديد في حياتك ما كنتش تتوقعه. المسار الجديد هيكون فتح ليك لكل خير، وطريق جديد هتسلكه في طريقك وحياتك هيغير واقعك كله. وعلامة ليك بالفراشة الصفراء، ستراها قريبا، ستراها في كل مكان تروحه. حتى لو رأيتها مرة واحدة، اعلم بان في الوقت ده طريقك كله بيتبدل وبيتغير. اعلم في الوقت ده الخطوة اللي انت مستنيها هتحصل. اعلم في الوقت ده ان ربنا فتح لك قدر جديد. بعد ما تشوف الفراشة الصفرة انتظر القدر الجديد من الله. بعد ما تشوف الفراشة الصفراء يجب أن تستخدم طاقة الحمد بكل ما فيك من قوة، تحمد ربك آناء الليل وأطراف النهار، لأنك سترى ما لا رأت عين ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا خلصت الرسالة حبيب قلبي، ربكم فتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.